في بيئة سليمة ومتوازنة، وكذلك فيها 9 ضمانات لتحقيق هذه الحقوق وحمايتها. الضمانات هي موجودة في آخر الوثيقة. الضمانات هي اعتبار المرجعية الدولية لحقوق الإنسان التي شاركت في صياغتها شعوب العالم واتفقت عليها، هي الضمانة الأساسية لحماية الذات البشرية وتحقيق الكرامة الإنسانية. يعني انطلاقاً من تلك العهود والمواثيق التي أمضت عليها كل الدول بما فيها تونس، تونس أمضت على أغلبية المواثيق والعهود الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان والحريات العامة، ونشوف خرق لهذه الحقوق والحريات في الواقع، في المحاكمات، في 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 حقوق الإنسان، في حرمة المسكن، في حرمة الجسد. كل يوم نشوف خرق لحقوق الإنسان. وقت اللي يبدأ هرم كيف ما قلنا يعني التنظيم القضائي في البلاد اللي هو الدستور، يعني ذلك الدستور الذي لا يجوز لأي قانون أدنى منه درجة أن يخالفه. وقت تولي الوثيقة هذه معناها مصاحبة للدستور، وهالحقوق هذه بتفصيلها تجب تقرأها، اللي هي شمولية وكونية، وهي تجمع معناها تصاحب الإنسان معناها في كل مجالات حياته، حقه في الحياة، في حياة، وحقه في الثقافة، وحقه في الشغل، وحقه في التنمية. هذه هي الوثيقة اللي يلزم ينص عليها الدستور، وإلا ثورتنا أنا ما حققتش أهدافها. لأن وقت خرجنا في الثورة في وقت الحوض المنجي كان الهدف بتاعنا هو المطالبة بالكرامة والحياة الكريمة والشغل، وما تتوفر الكرامة إلا بشغل معناها يتناسب مع إمكانيات، وحياة كريمة ما تتوفر إلا كيف يبدأ الإنسان محترم، سواء أمام إدارته، أمام معنى عون الأمن، أمام البلدية، أمام وين تمشي تلقى كرامة محفوظة. وهذا شكون يحفظ؟ يحفظ القانون، اللي هو القانون السيد بتاعه هو الدستور. اللي وقت من يخالف القانون العادي الموظف مثلا، وقت اللي يخالف القوانين أو القانون المنظم لدار معينة، وقت اللي يسنوا مجلس النواب ويكون مخالف للدستور، وقته احنا من حقنا كمواطنين عاديين وانه نطلب ابطال ذلك القانون او ابطال تطبيقه، لانه خالف هذه المبادئ الساميه التي يعني تحفظ كرامه الانسان. هذا في المجمل اللي حبيت كتقديم وثيقه عهد تونس بالحقوق والحريات، وانا نحب نسمع ارائكم في شكرا.